أهلا بكم، نافذ على مصر، حلقتنا مستمرة وفيها ابحثوا عن وطن آخر. تقرير جديد للهيومن رايتس ووتش عما يحدث داخل سيناء. طيب، حتى يكون جاهز معنا، الهيومن رايتس ووتش تتحدث عن تقرير جديد بعنوان ابحثوا عن وطن آخر، تحدثت فيه عما يحدث داخل سيناء. الهيومن رايتس ووتش كانت تحكي عن 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء تم تهجيرهم تهجيرا قسريا. تقرير من 84 صفحة. خلينا نشوف الفيديو اللي عدوه الهيومن رايتس ووتش عن هذا الأمر، ثم نعود لنرحب بضيوفي ونكمل هذه الفقرة. قبل عامين كان هذا الركن من شبه جزيرة سيناء المصرية على الحدود مع قطاع غزة يبدو مختلفا جدا، لكن شهورا من عملية الإخلاء والتجريف والهدم التي نفذها الجيش المصري تركت المنطقة عارية ومهجورة. تعرض هذه الصور جزءا صغيرا من منطقة أوسع في سيناء ينوي الجيش المصري إخلاءها. اضطرت أكثر من 3000 عائلة لترك منازلها حتى الآن. بدأت عمليات الهدم تدريجيا في يوليوز تموز 2013 بعد عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، لكن في أكتوبر تشرين الأول 2014 قامت جماعة تدعى أنصار بيت المقدس والتي تنتسب حاليا لتنظيم داعش بهجوم كبير في سيناء، فقتلت 28 جنديا مصريا على الأقل. 5 أيام بعد ذلك أعلن رئيس الوزراء المصري عن خطة لإخلاء منطقة حدودية مساحتها 79 كيلومتر مربع. هذه المنطقة تشمل رفح، وهي بلدة يسكنها قرابة 78 ألف نسمة. تمنع الحكومة المصرية الصحفيين والمراقبين المستقلين من زيارة شمال سيناء، لكن تحليل Human Rights Watch لصور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة على الأرض والمقابلات مع سكان سيناء يقدم رواية واضحة عن عمليات تكون انتهكت معايير حقوق الإنسان. منذ 2013 هدم الجيش أكثر من 3200 مبنى وقام بتهجير عدد مماثل تقريبا من العائلات. هدمت المباني الصغيرة بالجرافات، أما المباني الكبيرة بل أحياء بأكملها فقد تم هدمها بالمتفجرات. وفي بعض مقاطع الفيديو يظهر الجيش وهو يستخدم معدات عسكرية أمريكية الصنع لتنفيذ عملية الهدم. أعطى الجيش للعديد من العائلات أقل من 48 ساعة لمغادرة المنازل التي عاشوا فيها طول أعمارهم. يا رب هذا يرضينا نحلنا من بلاد أجدادنا وأجداد أجدادنا. نعم، قدمت الحكومة تعويضات عن المنازل المدمرة، لكن ما قدم لأعضاء العائلات الكبيرة غير كافي لكي يبدأوا حياة جديدة على نفس مستوى ما تركوه وراءهم. ولم تقدم الحكومة أي تعويض على الإطلاق عن الأراضي الزراعية المدمرة، فحرمت الناس من الطعام والدخل. وكذلك لم توفر الحكومة للسكان أي إيواء مؤقت، فتركت العائلات لشأنها مع مبلغ صغير دفع مرة واحدة، وصار البعض بلا مأوى. هذه الأفعال كلها تعد انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي السكان أثناء عمليات الإخلاء. السلطات المصرية تبرر المنطقة العازلة بزعم أنها ضرورية لمنع المتمردين من تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سيناء عبر الأنفاق من غزة، لكن التقارير الإعلامية وحتى بعض المسؤولين المصريين يقولون أن ليبيا هي المصدر الأساسي للأسلحة التي تصل إلى سيناء، وأن الأسلحة يتم تهريبها من سيناء إلى غزة وليس العكس. بإخفاقها في التمييز بين الأنفاق المستخدمة لأغراض عسكرية من جهة والمنازل المدنية من جهة أخرى، قد تكون مصر انتهكت كذلك قوانين الحرب. تدعو Human Rights Watch مصر إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء وضمان حصول من تم إخلاؤهم على تعويضات كافية ومساكن بديلة. على السلطات أيضاً أن تسمح للمراقبين والصحفيين بدخول شمال سيناء. يمكن لمصر بالتأكيد حماية قواتها وتأمين حدودها واتخاذ خطوات لمنع أي هجمات مستقبلية، لكنها ملزمة أيضاً بالعدالة عند القيام بهذا واحترام حقوق المدنيين. نعم أستاذ أحمد، يعني شاهدنا معاً تقرير الهيومن رايتس ووتش بعنوان ابحثوا عن وطن آخر،
بيتحدث عما يعانيه أهل سيناء. إن كان لك من تعليق في البداية على ما ورد في هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو التقرير بالفعل تحدث عن عدد من الانتهاكات التي تمت للمواطنين المدنيين في شمال سيناء، أخصها وأهمها خلال الفترة الماضية منذ سبتمبر 2013 وحتى الآن، التهجير القصري. التهجير القصري للسكان إخلاء المنطقة الحدودية الموجودة ما بين مصر وفلسطين المحتلة عن طريق على الحدود مع غزة مباشرة، وتعامل السلطات المصرية مع هذه المنطقة العاجلة ومع قيام يعني ومع تعويض السكان ومع خروجهم وغيرها من الأساليب التي تعاملوا معها. بداية أنا أحب أن أنوه فقط أن الإخلاء القصري للسكان أو عمليات الإخلاء التي تمت في المواطنين المصريين في شمال سيناء خصوصا الموجودين في مدينة رفح، هذه كانت قبل الأحداث 24 أكتوبر أو التغيير الذي تم بكثير. الحكومة المصرية والجيش بدأ بعد أحداث 30 يونيو مباشرة عملية من عمليات ممنهجة في إخلاء المناطق يعني المناطق الحدودية بشكل كبير، بداية مع الحرب على الإرهاب أو ما سماه الجيش المصري وقتها الحرب على الإرهاب أو عمليات الحرب على الإرهاب التي بدأت في سبتمبر 2013. طيب لو تحدثنا هنا عن 11 مقابلة أجرتها لهيومن رايتس ووتش، قالت سارة ليا ووتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها ولجأت بدلا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة. الحديث هنا أستاذ أحمد أن هناك تعويض قدم لمرة واحدة فقط ولكنه لا يكفي لأي شيء من أهالي سيناء. هناك شهادات ل 11 عائلة من أهالي سيناء عن الويلات التي رأوها داخل سيناء في الفترة الماضية، إخلاء نحو 79 كيلومتر مربع على حدود غزة. هنا الحديث عن أحقية الدولة في تهجير يعني يتعلق بالأمن القومي، وماذا عن التعويض المستحق للأهالي؟ طيب بداية يجب يعني في الرد بالرد على سؤالك أن يكون لدينا مبدأ عام. المبدأ العام هو أن المبدأ العام يقول أن أي تحرك من قبل القوات أو من قبل الدولة أو القوات التابعة للدولة في أي جزء من الأجزاء الوطن أو في أي جزء من أجزاء الدولة وهذا الأمر سيؤثر بشكل أو بآخر على المواطنين يجب أن يكون طبقا للقانون. ولو رجعنا للقانون، القانون الذي تعاملت به السلطات المصرية أو الجيش المصري في عمليات الإخلاء السكان وإخلاء المواطنين في شمال سيناء خصوصا المنطقة الحدودية هو القانون، لا يوجد أي نوع من أنواع القانون ولا تم ذكر مثل هذه الأمور على الإطلاق، وإنما تم التعامل مباشرة بشيء من استعمال القوة واستعمال مفرط القوة واستعمال مال الدولة ومال الجيش من سيطرة ومن ذخيرة ومن ضغط على الأهالي وفي أشياء كثيرة جدا سواء كان بالترهيب أو بالترغيب بإخلاء هذه المنطقة. وحينما تعاملت الدولة أو أرادت أن تقنن هذا الأمر قننته عن طريق قانون الطوارئ. لم يكن هناك ما قبل إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء في 2014 أي نوع من أنواع القانونية التي يعني تجيز للدولة أو تجيز لسلطات الدولة أن تقوم بتهجير السكان أو أن تقوم بنزع ملكية الأراضي الموجودة في المنطقة الحدودية خصوصا في مدينة رفح. هذا أولا، هذا هو المبدأ. وبالتالي فالتعامل الذي تعاملت به قوات الجيش والشرطة فيما يخص التهجير القصري للسكان هذا لم يكن له أي أطر قانونية على الإطلاق. لا. وحينما تحدث المتحدث باسم المجلس العسكري أو الجيش أو خلاله أنها قوة إنفاذ قانون أو أنهم ينفذون القانون، هم لا ينفذون قانون مبني على أسس دستورية. لك أن تتخيل ولك أن تعلم يا سلام شديد أن الدستور المصري الحالي الذي يتم انتهاكه يوميا من قبل قوات الجيش والشرطة يمنع منعا باتا الإخلاء القصري أو التهجير القصري للسكان ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقاضي. وبالتالي فحينما تكون الدولة ممثلة الجيش وممثلة الشرطة
هي اول من تقوم بانتهاك هذا الدستور واول من تقوم بانتهاك هذا الامر فانها تتحول من قوه تمارس دورها على الارض. طيب استاذ احمد ارجو ان تبقى معي، يعني ساعود للحديث معك في تفاصيل اكثر عن هذا التقرير، ولكن بينضم إلي الآن من تونس عبر الهاتف الأستاذ لطفي الشملي المحامي والخبير في القانون الدولي. سيد لطفي السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا يا بالأخ. نعم أستاذ لطفي، دراسة أمريكية نشرت صباح اليوم في الواشنطن بوست تتحدث أن مصر مهددة بالإبادة الجماعية، وأيضا نشر وفقا لراديو وتلفزيون سويسرا هناك 10 دول جاءت على قمة دول العالم المهددة بوقوع جرائم قتل وإبادة جماعية على رأسها ميانمار ونيجيريا والسودان التي أعلن رئيسها منذ قليل عن وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، وربما تأثر بهذا التقرير. ويأتي في المركز الرابع مصر، وتهدف الدراسة إلى إصدار تحذيرات مبكرة تساعد الحكومات وصناع القرار وجماعات الضغط والباحثين في التركيز على الأماكن الأكثر عرضة لحدوث عمليات قتل جماعي فيها. ربما يتزامن هذا الأمر سيد لطفي مع تقرير الهيومن رايتس ووتش ابحثوا عن وطن آخر، وعن موضوع نقاش هذه الفقرة عما يحدث في سيناء. كيف تقيم تزامن تقرير الهيومن رايتس ووتش عن ما يحدث في سيناء مع هذه الدراسة التي تقول أن مصر مهددة الجماعية؟ فعلا هو التقرير اللي شاهدته أنا كان حقيقة تقرير صادم، و معناتها ينم عن دورة لا تتطابق مع الدولة العظمى اللي هي مصر. فأعتبر أن الإشكال أو المقاربة لهذا المشكل هو في بالرجوع، يكون بالرجوع إلى المعاهدة الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبطرق إخلاء المواطنين. فلا يمكن التعميم أو وقول بأن مصر على غرار نيجيريا أو قد انتهكت قد قامت بإبادة جماعية، لأن مفهوم القانون الإبادة الجماعية هو أقوى بكثير من هذا. لكن يمكن أن تبرر الحكومة المصرية هذه الإبادة أو هذا الهجوم الغير قانوني والمفرط والتفريط في السلطة بحالة الطوارئ أو ب مبررات سياسية أو مبررات تتعلق بمقاومة الإرهاب. لكن من المعروف أن مهما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب فلا يمكن لدولة منظمة كمصر أو كدولة أي دولة في العالم منضمة إلى الأمم المتحدة وتحترم حقوق الإنسان أن تقوم بهذه الأعمال دون تحمل مسؤولية الدولة. نعم أشكرك شكرا جزيلا لطفي الشملي المحامي والخبير في القانون الدولي كان معنا من تونس. أستاذ أحمد أعود إليك مرة أخرى، الهيومن رايتس ووتش تتحدث في التقرير عن يعني أكثر من 3600 شخص قتلوا منذ يوليو 2013 وفقا لبيانات وتقارير إعلامية وحكومية، ولكن هناك جزء في تقرير الهيومن رايتس ووتش أحتاج إلى تعليق منك عليه. تتحدث الهيومن رايتس ووتش في هذا التقرير بالرغم من أن مصر يجوز لها بالقطع حماية نفسها من التمرد واتخاذ إجراءات ضد خطوط إمداد المتمردين بحسب ما ذكر في التقرير، إلا أن عليها القيام بهذا على نحو لا يضر بالمدنيين تعسفيا وينتهك حقوقهم في السكن وفي تدابير الحماية أثناء عمليات الإخلاء القسري. هل هذا اعتراف أو موافقة ضمنية من الهيومن رايتس ووتش أن السلطة العسكرية في مصر يمكن أن تخلي قسريا ولكن مع مراعاة ظروف المدنيين؟ طيب يعني هو طبعا سؤال معقد شوي. يعني في البداية دعنا نقول بأن الإخلاء القسري للسكان أو للمدنيين أو لمناطق عاجلة لا يأتي إلا في إطار حالات استثنائية،
والحالات الاستثنائيه لا تتم الا لها ظروف معينه حددها القانون على سبيل المثال القانون الدولي اعطى للدول الحق في ان تتعامل بظروف استثنائيه او بقرارات استثنائيه مع اوضاع يعني تهدد امنها داخلي وسلامه اراضيها. هذا امر يعني معروف في القانون الدولي. لكن حينما يعني نعرض الى ما قامت به السلطات المصريه والاسباب التي دعتها الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات او لهذا التهديد، نجد انه لا يوجد اي نوع من انواع الاستثناءات، بل على العكس لا يوجد حتى كباحثين ومحللين للشان المصري لم نعرف حتى الان الاسباب والدوافع الاساسيه التي ادت الى قيام الحكومه المصريه بالتهجير بتهجير السكان، وكم حتى عدد الكيلومترات التي ستقوم بتهجيرها. الامر الان اصبح مبهما وغامض. ولكن النظام المصري تحدث استاذ احمد مرارا وتكرارا عن هذا التهجير، تحدثوا عن الانفاق التي يغرقوها الان بالمياه، تحدثوا عن خطر سلاح يدخل من قطاع غزة، تحدثوا عن مجموعة من المسلحين يمرون من غزة الى سيناء. الامور مرور عليها يعني، ما هذا الامر لو كان لو كانت هذه البراهين التي تقدمها الحكومة المصرية على هذه الإجابة بأنها تقوم بإغلاق الأنفاق أو خلافه، لو كانت تتعامل بمنطق أنها دولة وأنها ليست بشكل فلاح. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ أحمد مفرح، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن ينضم إلينا الآن من القاهرة الأستاذ أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين. أستاذ أسعد مساء الخير يا فندم. اهلا بكم، مساء الخير وبحضرات المشاهدين. نعم استاذ اسعد، هيومن رايتس ووتش المنظمه الحقوقيه الدوليه تتحدث عن تقرير بعنوان ابحثوا عن وطن اخر، عن 3600 قتيل من كافه الجوانب من قوات الامن والمتمردين وفقا لما اسمتهم، ومن مدنيين ايضا تتحدث عن 3200 عائله تم تهجيرهم قسريا من سيناء وفقا لشهادات ولقاءات اجرتها مع هذه العائلات. يعني هل تتفق مع ما جاء من أرقام في هذا التقرير ابحثوا عن وطن آخر؟ يعني هم بيخاطبوا مين وبيخاطبوا منين الآن؟ هي مكان هم يتحدثون من أمريكا، الدولة التي أضاعت الحريات والتي غزت العراق والتي أشاعت الفوضى في منطقتنا العربية. منظمة هيومن رايتس ووتش معروفة أنها منظمة صهيونية مولها جورج سوروس أمريكي، وبالتالي كل هذه القارير الوهمية الغير صادقة تنطلق من مصالح هذه الدول الموجهة إلينا نحن باعتبارنا أعداء لهم. هم يحاولون هدم الدول العربية، إشاعة الفوضى، نظرية الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها كوندوليزا رايس، مشروع برناند لويس تقسيم الشرق الأوسط الجديد الى طوائف والى شيع والى شعوب متناحره، وبالتالي تصب هذه العمليات جميعها في صالح الدوله او الدول الغربيه التي تعيش على بوابنا. نعم، ولكن استاذ اسعد، اليومن رايتس ووتش تحدثت ان هذه الارقام تم تسجيلها بحسب تقارير اعلاميه وبيانات حكوميه، لان هناك الحكومه المصريه لا تنشر معلومات عن هذه العمليات، تهدد الصحفيين الذين يغطونها، والسيسي أصدر قانون ينص على غرامة نص مليون جنيه مصري والمنع من العمل لمدة سنة كاملة لمن ينشر معلومات عن الإرهاب تخالف البيانات الحكومية. إذن هي مؤسسة تنشر تقرير وفقا لبيانات صادرة عن النظام المصري الآن. لا ليست بيانات صادرة عن النظام المصري تنشرها من رايتس ووتش، لا تصدر هذه البيانات عن السلطة المصرية. صحيح هناك شهداء كثيرين سقطوا من جنودنا وضباطنا الأبطال في مواجهة من أطلقت عليهم هيومن رايتس ووتش، وهل هناك مدنيين سقطوا سيد أسعد؟ حقيقة الأمر إرهابيين وليسوا متمردين. هل هناك مدنيين سقطوا داخل سيناء أيضا؟ بالتأكيد لكل حروب لكل حرب ضحاياها، يعني الضحايا يسقطون في أوطان العربية في كل مكان وفي كل وقت، في سوريا وفي العراق وفي السوداء وعلى حدود مصر أيضا الغربية. طيب دعني أخذ تعليق من السيد أحمد مفرح على ما قلته. أستاذ أحمد، هل بالفعل هيومن رايتس ووتش لا تسمع الحكومة من تقارير إعلامية وهي مؤسسة سياسية مدفوعة من الدول التي يعني تحتوي على مقرها كما قال السيد أسعد؟
نعم نعم، يعني دعني لا اخوض مثل هذه الامور، انما لو اردنا ان نخوض ونتحدث فنتحدث بالتقرير والمعلومات اللي وردت في التقرير، اما ان يتم التهجم بان مخابرات وموريس وغيره وسامويل وغيره وامريكا ومثل هذه الامور، اعتقد انها لا تنفع فيما يخص هذا الامر، خصوصا واننا امام حقائق، هذه الحقائق يومين نشاهدها نتعامل معها نحن كباحثين ومقلدين للشأن المصري في تعامل السلطة المصرية مع حقوق الإنسان ومع حقوق المواطن المصري في سيناء، خصوصا في منطقة شمال سيناء. نحن نتحدث الآن عن أكثر من عام كامل ومنطقة شمال سيناء تحت الحكم العسكري، الحكم الاستثنائي مبني على قانون الطوارئ. نعم. ونحن لا نعرف حتى الآن على بنية مثل هذه الأمور، لا نعرف حتى الآن كم من المدنيين الذين فقطوا، وإنما نعرفهم عن طريق ما لدينا من باحثين على الأرض نباشر معهم مثل هذه الأمور. أما أن تكون فقط الوجهة هي الوجهة الخاصة بالحكومة المصرية وأن تكون بيانتها فقط هي البيانات الرسمية، نحن لسنا إذا أمام دولة تبحث عن العدالة، وإنما إذا دولة تبحث فقط عن تكميم الأفواه وعن عدم إخراج ما تتكلم نعم من أشكرك. جرائم بحق المدنيين في منطقة شمال سيناء. أشكرك شكرا جزيلا أحمد مفرح مسؤول ملف المصري في مؤسسة الكرامة، كما أشكرك أسعد هيكل متحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين كان معنا عبر الهاتف. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. Dear Mr. President, I have been writing a letter to you year after year. I'm 11 years old now. I keep on writing a different letter because as I grow up, I keep on learning more. You are a very good president, and I'm really honest about this. I knew you were going to be the president from the bottom of my heart. And there is just one favor I need from you. But first, I need to introduce myself. I'm one of the proud daughters of the Holy Land Five. My father and four other great men were put into jail for nothing. They got really long sentencing too. My father got 64.